بعد طول انتظار المدينة الرياضية بصفاقس في ظل تداعي البنية الأساسية الرياضية ورغم تعدد الفرق المؤهلة للنشاط ضمن النخبة يضطر الفريق الأول لعاصمة الجنوب إلى خوض غمار مقابلاته في البطولة الوطنية والمسابقات الأفريقية خارج المدينة بعد القرار البلدي بغلق ملعب الطيب المهيري بصفاقس بسبب أرضية الميدان وشروع في إعادة التعشيب الأشغال هذه تتمثل كما قلت لك أولا إعادة تعشيب الملعب الرئيسي آه كذلك إعادة تعشيب الميدانين الفرعيين مع تركيز الري الآلي بالملعب هذه الأشغال الكل تتمثل آه معناها أو معناها تم تحديدها من طرف فريق مختص ضم معناها فنيين من بلدية سفيقس من وزارة الشباب والرياضة آه كذلك كما قلت لك ممثلين عن نادي الرياضي السفيقسي و تم الاتفاق على حتى نوعيه العشب كذلك المدة الاشغال حاولنا احنا معناها باقصى الجهود انه نضغطوا على الاجال ونختصروا الاجال باش نخليه انه النوادي في في الجهه ما ما يضطروش الى لعب المباريات نتاعهم يعني خارج مدينه صفاقس ان شاء الله الان الاشغال ماشيه معناها بنسق معناها معناها نقولوا احنا طيب هو بالفعل غلق ملعب التيم هيري ادخل بعض الاضطرابات على تحذيرات نادي رادي سفيقسي وخاصه المباريات الرسميه بالنسبه للبطوله الاشكال موش مطروح بحد بقدر ما هو مطروح فيما يخص المنافسات الافريقيه لانه عندنا اشيونس نهايه الشهر هذايا تعرف الكل نلعب ضد الفريق الاثيوبي سان جورج مباراه العوده يوم 31 اوت المباراه العوده ما في اتصالات مع بعض الانديه قدمنا مطالب للسلطات الاشراف باش ملعب لاجراء المباراه نفس الاشكال مطروح في الملاعب الاخرى ثم العديد من الملاعب ما تميش مؤهله لاحتضان المباراه هذه تبقى المكان منحصر في زوز ميادين الى حد الان قد يكون ملعب المنزه المباراة تجرى في الساعة الرابعة أو ملعب الزويتن والمباراة ستكون على الساعة السادسة مساء إلى حد الآن ما زلنا ما عندناش موافقة رسمية إن شاء الله بحاول تكون في غضون 24 ساعة موجودة على مكتب إدارة نادي الهلال هي صحيح معناها الناس كل تعرف وضعية ملعب الطيب المهيري والظروف اللي لعبوا فيها النوادي سواء النادي الرياضي السياسي ولا سكك الحديد السياسي وضعية العشب الحالي كما شاهدوها الناس كل وضعية معناها معاش تحتمل معناها مزيد من الصبر في الإطار هذا معناها وبعد معناها عديد الجلسات اللي عقدناها سواء في وزارة الشباب والرياضة مع سيد وزير الشباب والرياضة كذلك مع سيد مدير الديوان الوزارة تحصلنا على معناها كما نقول احنا معناها تكفل من طرف وزارة الشباب والرياضة ب اشغال مصاريف اشغال اعاده تعشيب الملعب الرئيسي وكذلك الملعبين الفرعيين الاشغال هذه يعني بقيمه جمليه تقريبا حوالي 640 الف دينار انطلقت يوم 14 اوت 2013 في اتصالنا كذلك بالوزاره والسيد وزير ستار قضيه مشكور أبدأو تحمسهم كذلك لمشروع المدينة الرياضية نعرف أن المشروع هذا هو من المشاريع الكبرى من المشاريع الهيكلية لمدينة سفيقس تبقى الأشكال اللي هو على المستوى معناها التمويلات منين باش معناها الفلوس باش نبنيو أو باش ننشئوا المدينة الرياضية اللي هي تقريبا كلفتها يمكن توصل حدود حتى الميتين مليار احنا في لقائنا الاخير في وزاره الشباب والرياضه ثم امكانيه نتاع تخصيص حوالي 20 مليار من معناها صندوق البرومو سبور المجلس الجهوي بولايه صفاقس على اساس ال 20 مليار هذوما نبداو بهم اشغال نقولوا الاشغال الخارجيه يعني اشغال البنيه التحتيه من من يعني لي ترافو فيردين احنا لي اكسترا ميروس هذه أه نعتبروها خطوة أه باهية معناها رغم انه تمثل جزء من من, من التمويلات هذه أه المطلوب الان هو انه الناس كل تظافر جهودها من اجل توفير التمويلات المتبقية قول هذه مشروع حلم أه صعيب شوية لكن مش مستحيل بتظافر الجهود وبتوفر الارادة ان شاء الله كل شيء ان شاء الله نجمو نعملوا كل شيء إن, ان شاء الله المدينه الرياضيه هذه حلم تبقى حتى اذا كان تمت المصادقه عليه المشروع هذا وتم دخوله في حيز الانجاز مش مش يكون حاضر ما بين عشيه وضحاها هذا مشروع ضخم معناتها يعني يتطلب سنوات باش يقع الانتهاء الاشغال اليوم يلزمنا نتصرفوا على بالموجود الواحد يسمي يكون واقعي اليوم عندنا ملعب طيب مهيري بضغط معناتها الهيئة المديرة بعد الحاح من احنا بعد مساندة من رجالات النادي اللي اليوم يمثلوا جهة صفاقس خصوصا سواء سياسيا أو أو ماليا تمت المصادقة على المشروع نتاعنا وهو إعادة تأهيل ملعب طيب ميري التعشيب نتاعو وتم رصد الميزانية في الغرض في غياب الرؤية الوطنية لجغرافيا الميدان والفضاءات الرياضية تزداد ازمه التصرف والصيانه للمنشات الرياضيه في المدن الكبرى فما بالك بالولايات الداخليه